قبل ما نكملوا الاخوان، كاين واحد التعقيب كان جانا في الفيديو السابق اللي هو عنده علاقه بالكتابه باللغه العربيه. كاين الصديق ديالنا مصطفى ميداني قال لنا واخا كتحول نص راه ما كيجيش كامل، بحال انت دابا من حولتي داك النص دارت لك ثمنه مناسبه عوض اثمنه مناسبه، وهذا الشيء بصح هو اللي وقع. كما كتلاحظوا البرنامج ديال كاب كات عطينا هنايا نختار واحد الفونتات اللي هما عربيه بحال هكا، ولكن كما كتشوف دابا هنايا كندير لكم مثال جديد ثمنه مناسبه، يعني محيد لينا واحد الحرف من الجمله ديالنا. وهنا كما قلت لكم باللي الفونتات اللي عطينا ديجا ماشي شي حاجه اللي هي زوينه، يعني ديجا حاولوا انكم تقلبوا على خطوط العربيه ديالك. تقدر تمشي لجوجل مثلا ودير في محرك البحث خطوط عربيه مثلا فوتوشوب. انا شخصيا كنشوف هاد جوج مواقع هادو، غندير واحد التجربه قدامكم غير باش تفهموني علاش كنقصد، وما كيبقاش عندنا نهائيا هاد المشكل. بحال مثلا نشوف هاد كازابلانكا فارسي، بالمناسبه هاد الخطوط راه تكونوا كتشوفوها بعض المرات في الفيديوهات اللي كتطلع قدامكم، كنتكلم على هاد النوعيات الخطوط. الوغ كيطلع عندكم بحال هكا الفونت، كنوركو عليه غير جوج مرات وكنديروا ليه انستالي. كنظن بان ديجا انستالي انايا هذا عندي فارسي كازابلانكا. الوغ نحاول نهبط مزيان فارسي كازابلانكا. لاحظ معايا هنايا، لاحظ اخي العزيز، لاحظ شيا شيا هاي اثمنه مناسبه كامله. الوغ غير على نوعيه الخط، انت فاش غادي دير واحد الخط خاص بك ما كيبقاش هاد المشاكل هادو. وغادي نزيد نهبط راه غادي نلقى ديجا عندي شي خطوط عربيه هنايا، لان ديجا انستاليشن بنفس هاد الطريقه هادي. وباش نكون واضح، يعني كاينين وحدين اللي بصح يبقى فيهم نفس المشكل، وكاينين واحد اخرين اللي ما غاديش يكون فيهم المشكل وغادي يطلعوا لك يعني الكتابه كامله كما شفنا في الاول. مثلا بحال هذا سيكوا سيميلايت، بحال هذا مثلا. المهم انت هي كتحاول تقلب، كتحاول ما امكن انك تجرب. بحال هذا عاوتاني، ها هو بحال هذا تايم نيو رومان بلود، ها هو لاحظ كيطلع لي الكتابه كامله يعني بلا ما ينقص لي حتى شي حرف. يعني انت كتحاول تمشي تقلب مزيان في هاد نوعيه الخطوط اللي كتشوفها مثلا قدامك، كتحاول تقلب في مواقع في جوجل. انايا حطيت لكم المواقع باش راسكم فصلوا خيط مع راساتك، سير اختار نوعيه الخط اللي غادي تعجبك. كتعجبك كدير ليها غير من هنايا تحميل، كدير ليها هنايا تحميل مباشر مثلا. الوقيته اللي كتحمل معاك كيطلعوا لك بحال هكا، كتورك عليها جوج مرات كما وريتك في العمليه الاولى راه اوتوماتيكوم كتانستالا. وبالمناسبه فاش كتانستاليها كتلقى عندك اوتوماتيكوم حتى في البرامج ديال التصميم واحد اخرين، الا تخدم فوتوشوب غادي تلقى حتى في البرنامج فوتوشوب، يعني في المهم في جهاز الحاسوب ديالك كتولي تلقى عندك هذاك الفونت. الاهم عندنا هو انك كتحل المشكله اللي عندك بشكل اللي هو نهائي. شوف انت عارف وانا عارف اللي انت عارف داكشي اللي عارف انا. ها الان كنجيو اخر مرحله معنا، يعني من الاساسيات ديال الايديتين ديال لا فيديو، وهي اضافه المؤثرات. غادي نزيدو واحد الافكتس، وهما تقريبا اللي غادي ندوزو بهم على لي زيفي اللي مازال لينا هنايا، منهم لي ترانزيشن، منهم هاد لي زيفيكت، ومنهم هاد ستيكرز، ومنهم كذلك لي زوديو او لا هاد الساوند افكت. كما كتعرفوا في لابارتي اللي شرحناها دابا قبل ضفنا فيها هاد النصوص مثلا باثمنه مناسبه، غادي نحاولوا نزيدوا حتى واحد لي زيفي ديال الجرين سكرين، وغادي نوريكم كيفاش ممكن تحكموا فيهم. هنا مثلا عندي، لاحظ هذه كيفاش كدوز باثمنه مناسبه. انايا هنايا غنحاول نزيد نعطي واحد الطابع اكثر، وغادي تكتشفوا معا واحد لي ساوند افيكت ديجا كاب كات عطاهم على ديسپونيبيليتي ديالنا. كنجي هنايا للساوند افيكت وغنحاول نقلب على داك الوش ديب وش. هنا مثلا هنايا مثلا فاش كتورك هذا شويه قاصح بزاف، هذا مزيان. غنشوف هذا مثلا عادي، انت من بعد راه ممكن تقلب هنايا كما بغيتي. هذا مثلا شنو كندير ليه، كنشد انايا هكا كنحاول نحطو انايا هنا لتحت، من الاحسن نحط
تحت من الصوت الاصلي ديالي، باش دائما الصوت الاصلي ديالي دائما كيكون هو المركز الاساسي ديال لا فيديو. يعني اي حاجه كتكون كتكون غير واحد الايفكت اللي حنايا درناه. لحظه نديرو دابا بلا ما يدوزو ونشوفو باسمنه مناسبه، ونشوفو دابا من مورا ما درناه باسمنه مناسبه. لاحظتي كيجي واحد لو تريك اللي هو زويون باسمنه مناسبه. هادو بالنسبه للساوند ايفكت، مثلا ها نزيدو حتى هنايا من الاحسن. ما دابا لي مزيان نزيدو هنا اصبي. انا غنحاول ديبليكي هو يتعاود، لانه عندي واحد الايفكت متابعين. شنو غنحاول؟ غنحاول نورك على الالت، حيت هاد القضيه اللي كنت خدام بها في البريمير كنظن هي اللي خدامه لي حتى هنايا. اش نورك؟ نورك على الالت ونورك على الاف ديالنا فوالا. لاحظ وغنحاول ناخذ هنا لا فوالا، ما كتطلقش من الالت حتى كتسالي. وغادي نجيبوه ملاصق في لاين ديال هذا اشبي ديل هلا كما تشاء جيمر باسمنا مناسب. حتى بي سي جيمر كان خصني نكتبها، ولكن المهم انا في الايديت الفينال راه غادي نلقى هذا الشيء كامل باش نشوفوا كيفاش غادي يجي. اشبي ديل و بي سي جيمر باسمنا مناسبه. المهم واخا هذا صراحه بان لي احسن هذا الطقطق. المهم غنشوف، شفتوا هنايا كاينين واحد الساوند افكت اللي ممكن تشوفوا يعطوكم واحد الطابع لهذاك الشيء اللي كيبان كمؤثرات. داكور وعروض خياليه، هاد عروض خياليه مثلا مناسبه وعروض خياليه. عندي انايا واحد النوعيه ديال الفيديو اللي ممكن هنايا مثلا باش تفهموني، عندي واحد النوعيه ديال الفيديو اللي كيكون مثلا كتجيبهم من يوتيوب، كيكون فيهم مثلا واحد الاضافه اللي كتشوفها نتايا غتخدم بالجرين سكرين. يعني الجرين سكرين كتعرف فاش كتشوف اليوتيوب اي حاجه طاحت عليك كتكتب قدام الجرين سكرين باش ان اوف او لا مثلا دير او لا سيل، كتلقى مجموعه ديال اللعيبات كتقدر تيليشارجيهم كما تيليشارجت انا مثلا هذا. الو غنحاول انايا نجيب هذا هنا. وعروض خياليه، هاد عروض خياليه وعروض بنجيب هادي مثلا. الو كيفاش هنايا نقدر نحيد هذا الباك جراوند هذا الجرين سكرين هذا؟ شنو كنجي كنورك انايا. هادو هما من الادوات اللي عندهم علاقه بعناصر التحكم في الفيديو. عاد كتجي ريمور ريموف بي جي، كتجي هنايا الكروما كي. كدير هاد الماركر هذا كولور بيكر، كتورك على هاد الخضر هادي اوتوماتيكمون كتحاول انك تبدا تصغر تنقص ولا تزيد على حسب داكشي اللي نتايا محتاجو ان كميزانك. الو نديرو مثلا هكا كانت لي هنايا كمزيان. الو كنجي هنا كنحاول نصغر حتى الديل اللي انا باغي. وعروض خياليه داكوغ، دونك انا قطعت داك البارتي اللي مبقيتش باغيها. وعروض خياليه ايه بطبيعة الحال راه ممكن تسرع منا باش تجيب واحد الشكل اللي هو زوين. وعروض خياليه مثلا، وهنا بطبيعة الحال راه ممكن تحكم فيها كتصغرها على حسب داكشي اللي انت اللي بغيتي. كنصحك في اي افيس تي من الاحسن انك تحاول تقلب ليه على شي ساوند افيكت ديالو. هذا شويه على ريغور، ودائما الاخوان انت تحاول انك تختار داكشي على حق وطريق. دابا انايا دائما انت تحاول تختار داكشي بعنايه وعلى حق وطريق، غير دابا حتى انايا كنريكوردي هادشي بشكل مباشر كنبغيش نطول. وعروض خياليه المهم بحال هكا صباس. بالنسبه لهاد السكرز يعني حتى هما تقدر تاجوديهم بالنسبه كونتنت كرييترز. ها هما عندكم هاد لي ستيكرز فيهم مثلا سبسكرايب لايك، يعني اي حاجه مثلا تقدروا تحتاجوها. المهم هاد اللعيبه تقدروا الايفيكت ديال واو تويشيات تقدروا تاجوديهم بشكل اللي هو عادي بحال هكا مثلا، لكن انا دابا هادو ما عندهم ندير بهم. نمشيو هنايا للانتقالات، هنايا ندوزو مباشره للانتقالات. هنا سوا كنجي لهاد انيميشن هادو
كنشوف مثلا انايا هاد لا فيديو ديالي كيفاش بغيتها تبان، كنجي الانيميشن ونحاول نشوفوا شي حاجه اللي نتوما كتشوفوها بزاف، نشوفوا شي حاجه مثلا ان شوفوا هذا مثلا الوغ انفو كنورد هذا لاحظ تينكا كنت واجدو بمدينه ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه هو اللي هو خايب، ولكن دائما كتشوف الانتقال اللي مناسب. كنت واجدو دونك مجرد ما كنورك عليه انايا تيشتغل. كنت واجدو بمدينه لاحظتي ما عجبكش كترجع وكتشوف، سواء كتشوف هاد الانيميشن هذا كيفاش انيمي هاي ان و اوت كما شرحنا في ديك لابارتي اللي سبق، يعني ان يعني في الاول الا درنا اوت راه اوتوماتيكمون مثلا بحال دابا الا جينا هنا مثلا جينا مثلا هنا اوتوماتيكمون غتقاد لي هنا في الاخر ديال لا فيديو غادي يتفاعل، ولكن كما قلت لك راه ما هما زوينين ولكن خص يكونوا في السياق ديالهم، انا هي بالنسبه ليا مع السياق ديال هاد لا فيديو ما جاونيش شي حاجه اللي هي مزيانه، دونك هنايا كنجي عندي هنا الترانزيشن او ما عندي هنا كنقدر نختار بزاف لاحظ معايا وكنوضعو الوسط. كنت واجدو بمدينه لاحظوا معايا داكشي راه كنت واجدو بمدينه وما ما لايقش لا فيديو ولكن هادشي انا عادي صراحه نشوف هذا نحطو في الوسط تينكا كنت واجد شوف هذا تينكا كنت واجد بمدينه تمارا المس المهم داكشي الاخوان راه واجد بواحد الصوره بحال دابا في البريمير خاصك تكون نتايا حافظ هذاك الترانزيشن كتكون ديجا كتمشي كتقلب عليه مباشره خاصك تجربه هنا تقدر بلا ما زعما تاجوتي وتشوفو هنا يعني كتشوفو غير كتشوف الديمو ديالو مباشرة يعني بلا ما تخدمو حتى كاع صراحة هادشي عجبني بزاف عجبني بواحد الشكل اللي هو خطير جدا عندنا هنايا الكليتش شوفو كيفاش غادي يجي عندنا جميع الحوايج عندنا جميع الحواسيب المهم دايز دايز المهم الاخوان انت قلب عزل التخيير مع راساتك عندك فهمتي داكشي بازيك عندك اللايت افكت عندنا جميع الحواسيب الالكترونيه المهم مزيان دونك الاخوان شنو بقى لينا بقاو لينا لي فلتر غادي نحاولوا نشوفوا دابا الفلتر شنو ممكن يعطيونا كوم ان بلوس واخا نحاولوا نشوفوا هذا مثلا هذا المقطع اش بي ديل لاحظوا انا تبدل كان بحال هكا ولا بحال هكا هادو الا بغيتي تبدل شويه من الفلتر الحاجه اللي كتخلي واحد الانعكاس على اللايت او الالوان او الجرافيك اللي كيبان بها لا فيديو نشوفوا هذه كيفاش هي نورمالمون كانت هكا عليا ولكن من زدنا هذاك ولا بحال هكا كنحرصوا على ممكن صراحة تلعب مزيان في لا فيديو بهاد لي فلتر ولا هاد لي ترانزيشن وهاد الافكتس هادو صراحه اوه يا سلام يا سلام هم الاخوان شفنا في هذا الفيديو هذا كيفاش ممكن اننا نخدمو بالفيديوهات ديال الكروماكي شفنا الساوند افكت باسمنه مناسبه بحال هاد الشكيله هادي شفنا الستيكرز شفنا لي فلتر كيفاش ممكن انك تبدل من الجرافيك ديال لا فيديو هادو مجموعه ديال المؤثرات اللي خصك فقط تختارهم بعنايه دير واحد البالونس تمشي بواحد الشكل اللي هو سامبل لانه راه قدام المغريات الكثيره تقدر تبقى مثلا انت غير حين تعجبك واحد مثلا واحد الانتقال شي حاجه وكديرو وبعض المرات ما كيكونش في السياق ديالو يعني كتحاول دائما انك تحترم السياق ديال لا فيديو وتختار نوعيه الانتقالات اللي كتصلح ليها فبما اننا كنشرحوا لا فيديو للمبتدئين وغير نتعمقوا في كل حاجه ولا خاصة دار داكشي اكزاكتومون اكثر ما اننا نديرو غير واحد الهايلايت
على هاد الادوات هادو ونشوف شنو ممكن انها تعطينا. حتى هنايا غادي نكونوا سالينا جميع الامور اللي هي اساسيه عندها علاقه بالاداتين في الكاب كات. شفنا العناصر تحكم في الصوره، شفنا عناصر تحكم في الصوت، شفنا الافكتس اللي هما عندهم علاقه باضافه النصوص، شفنا الافكتس اللي هما عندهم علاقه بهذوك الستيكرز اللي ممكن انا اجوديوهم، الساوند افكت اللي ممكن نستعملو، شفنا الترانزيشن، شفنا لي فلتر، شفنا الانيميشن اللي ممكن ان مثلا اجوديوها هنايا. يعني كاع الادوات تقريبا دزنا عليهم وحاولنا نخدموا واحد النموذج حي ديال واحد الفيديو اعلاني. وبما اننا سالينا جميع الامور اللي هي اساسيه اللي غتحتاجها باش انك دير الايديتين لا فيديو ديالك، الان هاد السلسله هادي راه غادي تبقى مفتوحه. اذا ما كان تحديث جديد، كنعرفوا بان الناس اللي مانستالين دابا كاب كات راه كل مره كيلقى واحد لا فيرسيون بزاد كدير واحد لا ميزاجور. الا دارت شي ميزاجور وكان واحد الجديد مهم في البرنامج راه غادي نبقاو ننزلو ونشرحو ونشوفو كيفاش ممكن تخدم به. شفتو مثلا شي فيديوهات فيهم واحد الحركات معينه وبغيتو ديرو نتوما واحد النوعيه ديال المونتاج معينه كما كيديرها مثلا شي واحد كيبان لكم كيخدمها وبغيتو نوريكم الطريقه ديالها، راه غادي نبقى نقرا التعليق ديالكم الا احتاجيتوها ولا شي حاجه غادي ننزلو عليها حتى هي مثلا واحد التوتوريال. غير هذا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله خاص بالكاب كات. تحياتي تبارك الله عليكم، نشوفكم ان شاء الله على خير.